opérateurs. On essaie d'adapter Marsouch sur le projet. Ils ont adapté les casques de la natation des décathlon. Ah, je suis en Espagne, en Italie. Voilà, la technologie de la machine, ça arrive. Ok, là, on هذه مبادرة اسمها كوليكتيف انجينيوري كونتر كوفيد اللي هي الهندسة ضد الكوفيد. هي مبادرة في المغرب كامل. كاين دابا عندنا دي بول في كازا في الرباط وكنيطرة في طنجة، وكنحاولوا نخلقوا دي بول دي زونتين في مدن واحدة اخرى بحال فاس بحال مكناس وبحال وجدة. المبادرة هي سهلة وبسيطة، هو مجموعة من الاطباء والمهندسين والمقاولين يتجمعوا باش يديروا حلول ودي سوليوشن ساهلين اللي يقدروا يطبقوا دغيا. ما بين هاد لي سوليوشن كاينك لو ماسك فيزيير، انا نوريه لكم دابا، وكاين واحد الان دابا كنطوروا اوتي لي ريسبيراتور، كنطوروا لي فنتيلاتور واي حاجه تقدر تعاون لو كور ميديكال في هاد الساعه ديال الكوفيد 19. دونك اللي حنا كنطلبوا هو اين اي اندستريال في طنجه، وطنجه تبارك الله مدينه كبيره، عندنا منطقه صناعيه كبيره وعندنا لا زون اندستريال تاهي كبيره، كاينين تقنيات كاينين مهندسين كاينين دي تكنولوجي اللي نقدروا نستخدموها ونستعملوها في هاد كونتر لو كوفيد كونتر لو كورونا فيروس. دونك اون في ان ابل جينيرال، هاد ليكزومبل اللي نوريكم شي حاجه بسيطه اللي اي واحد يقدر يطبقها ونقدروا نديروا ما احسن ونقدروا نديروا ما اكثر. شنو خصنا لي غوسورس ديالنا واي واحد يقدر يعطي ويكونتريبيي مرحبا به، وي يفو نو رجواندر ويتصل بينا في لا باج ديالنا سور فيسبوك على سور تويتر على سور لينكدين. نو سوم بريزون بارتو اوفير، مفتوحين لاي مبادره. هي ماشي فكره جات لواحد، هي كنا مبادرات صغيورين مجموعين في المدن كامله، بدات في الفاب لاب ديال كازا وكاين في المدارس في لي زونيفرسيتي شويه من عند لي ميدسان وشوف لي سي اش شويه هنايا في طنجه غير دي انجينيور تجمعوا في تكنو بارك وداروا شي حاجات. وفي الاخر اكتشفنا على ان الا جمعنا هاد القوى ديالنا كامله غنعطيو نتيجه ما احسن، ما بقاش كل واحد كيخدم في جهته ايزولي بوحديتو. دونك تجمعنا في ان كوليكتيف وكل واحد كيطور من جهته، ولكن كنجمعوا وكنبارطاجيو لي فيشي. يعني هاد لو فيشي اللي درنا حنايا وهاد الخدمه اللي درنا اي واحد يقدر يديرها، اي امبريمور عنده لا ماشين سي ان سي ولا عنده لامبريمونت ديكوب لازير يقدر يقبط هاد لو فيشي كنعطيوه اون اوبن سورس ويطبقوا ويفرقوا. حنا دابا في امس حاجه ان كل شيء يشارك في هذه القضيه، ما عملناش شراكه. بمعنى شراكه هو البارح توصلنا بواحد اتصال من ماشي من وزاره الصحه، وزاره الصحه غير انفتحت لهذه المبادره. اصلا الاطباء جربوه ولقاو على انه عنده كيعاونهم كيحميهم، دونك ايلون ادابتي. اللي عندنا اتصال واللي كنحاولوا نزيدوا نوطدوا هذا الاتصال مع وزاره ديال لاندستري ديال التجاره ديال الصناعه، باش هاد حنا اليوم كنقدروا نديروا اون برودكسيون ديال 200 300 في النهار، الوغ كو كاينين دي زوزين اللي يقدروا يديروا حتى 1000 2000 وكثر. حنا هادشي بغيناه يتاندستريز، ما بقاش غير في لي زاتوليي الصغار والوركشوبات الصغار.